مش عارف اقول ايه، لان انا بعد ماتش الهلال السعودي الواحد عطى وعود كتير، اللي هو انا مش هتكلم على موسيماني بطريقه سلبيه تاني علشان موسيماني كسب ماتش الهلال السعودي، فانا مش هتكلم على موسيماني بطريقه سلبيه مهما عك ومهما خرف ومهما عمل كل حاجه في عالم كره القدم. بس موسيماني النهارده يعني جه واجبر الواحد ان هو لا هنطلع نتكلم بقى، بس احنا واخدين اتفاق وعهد ان احنا مش هنتكلم على موسيماني، هنتكلم مثلا على موضوع الاصابات، هنتكلم ان الاهلي عنده غيابات، وهنتكلم ان الاهلي راح حاطط هدف في دماغه ان هو يجيب نقطه في ماتش الهلال السوداني في السودان، وفعلا الاهلي طلع بنقطه في نهايه المباراه. مهما كان اداء الاهلي الهجومي، مهما كان الاهلي هجوميا كان شكله عامل ازاي جوه الملعب، بس الاهلي كان قادر ان هو يخطف اللقاء في الدقيقه 90 بعد تصويبه عمرو السولية، او تقريبا تصويبه مجدي قفشه، بس بالنسبه لك كانت تصويبه عمرو السولية. الاهلي قدم شوط كويس جدا تكتيكيا وشوط مميز جدا خططيا لموسيماني، والفرقه كانت واقفه كويس جوه الملعب، ده حقيقه ما حدش يقدر ينكرها حتى لو جاحد وما بيحبش موسيماني. محمد عبد المنعم نجم المباراه الاول في الاهلي النهارده، ياسر ابراهيم عمل مباراه كويسه جدا، علي معلول عمل مباراه كويسه جدا، محمد هاني عمل مباراه ممتازه، علي لطفي لم يتعرض لاختبارات قويه لكنه كان حاضر، خط النص اليو ديانج والسوليه وحمدي فتحي نوعا ما كانوا بيقدموا ادوار دفاعيه كويسه، انما الادوار الهجوميه كانت بعافيه شويه. طار محمد طاهر ومحمد شريف وجنبهم احمد عبد القادر هجوميا ما قدموش المطلوب منهم، بس برضه هنرجع لجو الاجواء، وهنرجع ان الاجواء كانت حاره، وهنرجع ان الاجواء والطقس والساعه 3 العصر، والاهلي مش مطلوب منه ان هو يكسب في الماتش الاول ليه في السودان، ماشي ممكن اعديها، خصوصا يعني ان الهلال اول ماتش خسرانه قدام سان داونز، ولو خسر النهارده كان بنسبه كبيره هيفقد اغلب حظوظه في التاهل، فالهلال مفترض ان هو اللي جاي يغامر مش انت اللي جاي تغامر، فالهلال خسر المغامره اللي هو كان جاي بيها، وهو انه لازم يكسبك علشان خاطر يصعد او يكون ليه امال الصعود للدور القادم. كالعاده بنسمع عصيته كتيره قوي وسوشيال ميديا كتيره قوي وكلام كتير قوي، وبنشوف في الاخر قرف وحك كتير قوي، لان بصراحه مش فرقه الهلال السوداني دي اللي الناس تقعد تتكلم على السوشيال ميديا وجمهور ومن غير جمهور والاهلي خايف منك بجمهور، اللي هو يا باشا انت عندك فرقه ضايعه اساسا، يعني انت عندك فرقه كانت بتروح 3 على 3 في مواقف كتير وما بيعرفوش يتصرفوا، اللي هو انت بتتكلم في ايه بجد والله، يعني انت بتتكلم ان جمهور هيخلي لعيبه 3 على 3 في الدقيقه حاجه و70 وفي الدقيقه حاجه و60 وفي الدقيقه حاجه و50 3 على 3، ومع ذلك لعيبتك بيتصرفوا بشكل غلط، جمهور ايه؟ جمهور هينزل يبص لهم؟ جمهور ايه؟ اما انا بالنسبه لك اهلاوي فانا بالع الفكره بتاعت ان انا جاي اتعادل النهارده، ما عنديش فيها اي مشكله، بالعكس تماما انا محترمها، اللي هو انت جاي حاطط تارجت لنفسك في المباراه، انا حاطط تارجت ان انا اطلع عادل، ولو عرفت اخطف المباراه خير، ما عرفتش اخطف المباراه عادي. هتقول لي لا ده مش جو الاهلي والاهلي عمره في حياته بيروح على التعادل، اقول لك واضح انك ما بتشوفش الاهلي مع موسيماني كتير يا برو، واضح انك بتتفرج او بتسمع نتائج الاهلي، انما لو اتفرجت على بيقدموا الاهلي جوه الملعب فهو حاجات ممكن تزعلك، لو انت واخد الجو بتاع ان انا لازم اهاجم وان انا شخصيه الاهلي هتزعل قوي مع موسيماني في الحته بتاع شخصيه البطل والبطل، هتزعل بجد والله. فنتكلم حوالين فكره ان الاهلي الغيابات بيرسيتاو محمد الشناوي، مع ان غياب بيرسيتاو هو المؤثر جدا بالنسبه لي، اما ميكي فانا نفسي افهم هو امتى هيفكر يستخدم ميكي ده اساسا، لان المفروض ان انت كنت نزلته مكان طاهر محمد طاهر، بس انت لو دورت على الدكه عندي فانا كان اللي عندي متاح للاستخدام حسين الشحات وقفشه وحسام حسن ومحمد محمود وميكي، طبعا محمد محمود لسه راجع من الاصابه، ميكي كان مفترض ان هو ينزل في الاجواء دي، محمد مجدي قفشه تم استخدامه ونزل مكان احمد عبد القادر وصوب تصويبه كانت ممكن تخلص المباراه هو برده او عمرو السوليه، حسين الشحات تم استخدامه، حسام حسن تم استخدامه في الدقيقه 83. الوقت اللي انت كنت كان مطالب فيك ان انت تسيب احمد عبد القادر وتسيب طاهر محمد طاهر عشان استخدام السرعات والمرتدات، انت عملت تغييرات قفلت على موضوع المرتدات ده، عادي كل الحاجات دي بالنسبه لموسم نعديها ليه؟ الراجل لسه كسبان الهلال السعودي 4 بقى في كاس العالم للانديه ولسه راجعين بقى وموضوع اجهاد كل ده بيعدي ليه بقى؟ احنا قلنا ان احنا مش هنهاجم موس، وما ينفعش ان احنا نطلع الماتش اللي بعديه نهاجم موس، فعزيزي هو موسيماني عمل كل حاجه صح بالامانه، لو انت جاي حاطط ان موسيماني جاي عشان ان هو يتعادل وانا حطيت ان موسيماني جاي ان هو يتعادل يبقى خلاص موسيماني عمل كل حاجه ممتازه وعمل كل حاجه بطريقه تخليه يطلع متعادل بس لا اكتر ولا اقل، هذا رايي في المباراه، لو انت ليك راي تاني في المباراه فالاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، لا